الجزء الثاني هنتكلم فيها كابتن بلال النهارده هو طارق مجدي والمباراه وصعوبتها. المباراه كانت متوسطه الصعوبه، ما فيش فيها احداث كتيره، لكن النهارده هو يحسب له ان هو ما راحش للفار النهارده خالص، اعتمد على نفسه. عندنا حالات تحكيميه كثيره جدا جدا في هذه المباراه، هو نجح بشكل كبير في اجتيازها. فكره هو حكم نهائي كاس مصر ما بين الاهلي وسموحه في دور الاربعه يا كابتن ايمن، كان في 17-1، كان هو طارق مجدي هو الحكم. المباراه اللي النادي الاهلي فاز فيها بثلاث اهداف مقابل هدف 3-1، كان طارق مجدي الحكم وعدى فيها بشكل كويس، ما كانش عنده اي اخطاء تحكيميه. النهارده نفس الشيء، بنقول ان هو النهارده ادار المباراه بشكل جيد. نروح لطاقم التحكيم، وعندي حاجه مفاجاه جميله جدا جدا هجيبها لك كابتن ايمن في البدايه. اتفضل. بخصوص الحارس المرمى الهاني، نشوف الاول طاقم التحكيم. طارق مجدي النهارده عمل مباراه كويسه، كان شريف عبد الله مساعد رقم واحد، وعندنا شهاب راشد المساعد رقم اثنين، وصبري ابراهيم الحكم الرابع، وكان على الفار حسام عزب حجاج وهيثم الشريف. اول لقطه معانا كده يعني هنيجي هنا، بس هنا في لقطه جميله جدا، هنا تصويبه تمام، بنشوف هنا هل في مخالفه الاول هنا على اللاعب المدافع. نشوف هنا الايد هنا دعمه كابتن بلال، هنا هل يوجد مخالفه لمس الكره بالايد على المدافع. نشوف تاني هنا المدافع، هنا الكره بتلمس اليد الداعمه، وبالتالي هنا كان ما كانش فيه مخالفه. نشوف نمشي 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 نمشي، ونشوف هنا الكره هنا بتيجي في الايد اللي هي داعمه، وهي ما عملتش حركه اضافيه، وبالتالي هنا يستمر اللعب، كان قرار صحيح للحكم طارق مجدي. يلا الحاله بعد كده، نشوف الحاله اللي جايه ديت، حاله برضك حالات المهمه جدا، ونشوف قرار هايل قوي 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 من الشناوي، من طارق مجدي. الكره تصطدم بوجه الشناوي، وهنا لو كانت الكره جت في الايد كابتن بلال كان هيبقى قرار حاجه تانية خالص. يعني هنا الكره دي يعني انت عارف كان هيبقى القرار بتاع حمر صح، لان هنا في تصويب على الجون، مفيش هنا لاعب كان مغطي الشناوي، وبالتالي هو هنا الشناوي اجتهد وما طلعش ايديه في اللعبه ديت، وبالتالي هنا كان قرار صحيح ان الكره تصطدم بالوجه وليس الايد. نشوف هنا اللعبه دي مهمه جدا من زاويه ثانيه، ونشوف هنا الكره تصطدم بوش او بوجه الشناوي، هنا مفيش قرار بمخالفه، هو قرار طارق مجدي كان قرار صحيح. حالة بعد كده، هنا بقى كابتن اللي انا عاوز اتكلم فيها نقطه مهمه جدا جدا، الهاني سليمان. احنا في الدقيقه 5 يا كابتن علاء، في الدقيقه كام؟ 5، وهنا مفيش مخالفه، يعني ما كانش فيه ما يستدعي. النهارده هو طبعا كان فيه ضغط شويه في لعيبه النادي الاهلي في اول 5 دقايق، وقلت له هو هنا برضك نفس الفكر، انا ههدي اللعب، وهنا ما كانش فيه التحام مع الهادي سليمان. ده في الدقيقه 5 تقريبا قعد بالظبط دقيقتين، عشان كده طارق مجدي ادى 6 دقايق وقت بدل ضيع. تعال اقول لك على المفاجاه بعد هدف شريف، يلا بيلعب فريرة دقيقه 28 مفيش ثانيه بالظبط، فريرة ثانية ضيعها حارس المرمى، ودي بقى اللي احنا بنتكلم فيها، انت اللي بتدي الفرصة للاعب او انت ما بتديش الفرصة. هدف شريف خلى الامور تمشي بشكل جيد، ومفيش أي دقيقة ضاعت بعد هدف محمد شريف. الحالة الثانية، وهنا يعني طارق هنا أنا شايف إن هنا ده التحام عادي، مفيش فيه مخالفة، يعني هنا فيه مسك من الاثنين تمام، وبعدين سكوت من اللاعب سموح. خلينا نتكلم بأمانة هنا، مفيش مخالفة، كانت هنا تم احتساب مخالفة فاول لسموحة، وبذلك خلي بالك كابتن بلال كانت رايحة جون، لكن أنا بقول بمعيارك يا طارق ما كانش هنا في مخالفة، وكان يجب عليك إنك أنت تستمر يستمر اللعب. تاني هنا بنشوف هنا بيرسي تاو قال هو واللاعب. تمام. لعبة مهمة جدا جدا هنا، وشوف الكرة هنا بتصطدم محمد عبد المنعم، فين يا كابتن؟ اليد ملاصقة للجسم تماما، وهنا كان قرار طارق هايل 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 أيضا، دي من القرارات اللي تحسب لطارق. احيانا ممكن الحكم يخدع فيها ويحسب ركله جزاء، لكن هو كان محمد اتصرف فيها كويس كمان يا كابتن. نعم محمد عبد المنعم اتصرف فيها كويس جدا، لان اي ممكن مدافع على فكره يغلط فيها سهل جدا، لكن هو محمد تعمد ان ايده تبقى مش من بره جسمه، وتعمد ايده في كتفه. يعني تاكيد انا كلمه كابتن، في مدافع ممكن لا شعوري تلاقي ايده طلعت بالظبط، هو اتصرف معاه بشكل شديد جدا، هو مفكر بقى. بص يا كابتن، اللعيب اللي بيفكر دايما قرره بيبقى صح، هو مفكر دي تسديده، وبالتالي هو فكر يعمل ايه، طلع حط ايده في، وهنا بنقول ان قرار طارق مجدي هنا كان قرار صحيح بعدم احتساب اي مخالفه، ان هنا الكره بتصطدم بالكتف هنا محمد عبد المنعم، وكان قرار جيد وصحيح من الحكم طارق مجدي. اللي بعد كده هنا انا عاوز بس اتكلم
نقطتين يا كابتن ايمن. هقف بس هنا بس خلاص، بس هنقف بعد اذنك، بس انا هحكي في حاجتين هنا. شوف رقم خمسه هو دايما يعني ايه، وده من حقه كابتن بلال، من حقه صح تمام، انك انت في الكره الثابته انت بتحاول انك انت تروح وتعمل الكلام ده، وبالتالي المدافع من حقه، وكل الكلام ده هو كلام جميل جدا. انا بقول لطارق ايه، امنع المشكله طارق قبل ما تبقى بدري. يعني امنع المشكله قبل ما تحدث. في مثل هذه اللعب خلاص حفظنا ان الكرات الثابته اللعيبه كلها بتروح عند حارس المرمى وزحمه وشده وجذبه، وبيستفزوا، انا بروح بيستفزوا اربع خمس مرات. تمام، طبعا انا مش مع الشناوي في التصرف، تمام، انما ده راجل قاعد يستفز في لعيب قدام الحكم بالظبط، الحكم بينه وبينه خطوتين. انا برده كابتن في حاجه انا هتكلم في نقطه مهمه جدا، انا بتكلم في بدايه اللعبه حتى لو كان هناك لاعب يستفز كابتن شريف، وهنا وده وارد، سيب الحاجات دي للحكم، الحكم هو ياخد القرار فيها. ولكن انا هنا بنشوف هنا بعد كده حصل ان هنا الشناوي طبعا جري وبعدين ارتكب مخالفه اللي هي الضرب، وده قرار بالنسبه لطارق كان قرار صحيح بطارق. بمناسبه اللقطه دي يا كابتن ناصر، الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه قرر توقيع غرامه ماليه كبيره على الكابتن محمد الشناوي لما بدر منه اثناء مباراه الاهلي وسموحه. تمام كابتن، لان يعني احنا جت في اخر المباراه، يعني بنتكلم لو في مباراه شويه كابتن متوقع على فكره، مباراه مهمه او ممتده كانت اتعملت مشكله، وخلينا نشوف مستفاده النهارده اكيد كابتن دروس مستفاده للكل للكل للكل، مهما كانت الظروف لابد انك انت كلاعب تبقى هادي جدا. اخر لقطه ولا دي اخر حاجه سمير؟ دي كانت اخر لقطه معانا كابتن بلال. اخر لقطه معانا هنا بردك اختبار جيد جدا لطارق مجدي، هو على السته على ال 18، ونشوف هنا بردك كابتن بلال هنا الكره تصطدم بمعياره، كان جميل جدا جدا في المخالفات داخل الصندوق. طاقم التحكيم بالكامل كان هو ولا شريف عبد الله شاب راشد، طاقم الفار النهارده ادوا مباراه بشكل جيد. نتمنى الاهلي ان شاء الله يوم السبت باذن الله يفرح جماهير مصر كلها كابتن ايمن، كل الناس تفرح ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله، والاهلي قادر على ان هو يفرح جماهيره ويفرح جماهيره، يعني فرحتين، فرحه العيد وفرحه المباراه باذن الله. شكرا كابتن. شكرا كابتن، شرفتنا، كل سنه حضرتك طيب. طيب يا كابتن، وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل نهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسموحه في الجوله رقم 26 للدوري الممتاز المصري لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 ومواصله تصدره لجدول الترتيب عن جداره واستحقاق. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وإن شاء الله بالتوفيق المباريات القادمة بإذن الله، بداية من ماتش الرجاء المغربي. بشكر نجومنا الكبار شرفوني النهاردة كابتن شريف عبد المنعم، شكرا كابتن شرفتنا. بشكرك كابتن أيمن، وألف مبروك ورمضان كريم، وإن شاء الله تكون ليلة القدر النهاردة، ندعي لأنفسنا ولأهالينا وللشعب كله يا رب إن شاء الله، وعقبال الماتش الجاي باذن الله، ونبارك لبعض باذن الله رب. كابتن اسامه عربي شكرا يا كابتن شرفتك. شكرا يا ايمن، ومبروك الفوز النهارده، وكل سنه والشعب المصري طيب باذن الله. كابتن علاء ميهوب شكرا يا كابتن شرفتني ونورتني. اشكرك يا ايمن، مبروك ثلاث نقاط مهمين، وكل سنه وانتم طيبين، لو العيد ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله جمعه ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله السبت تبقى احنا لنا فرحه كمان زياده عن العيد ان شاء الله، ونبارك لبعضنا ولجماهيرنا بمباراه ان شاء الله تبقى قويه جدا، ونتيجة إن شاء الله مريحة لمباراة العودة في إن شاء الله. كابتن أحمد بلال شرفتني ونورتني يا كابتن. من خليك كابتن أيمن، يعني مبروك للنادي الأهلي طبعا، فوز مهم ومستحق، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يوم السبت يعني بإذن الله تبقى انطلاقة قوية للنادي الأهلي بإذن الله يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى، واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.